هو أدلى بأي تصريحات حتى وإن كان رأيه مخالف لوضع الهيئة الإدارية مثلا أو هيئة قضايا الدولة وفي الدستور. ده رأيي في النهاية. وقال دي عملنا يعني 27 مليار جنيه عايزينهم علشان يعني نسجل الديون اللي علينا اللي بتوع مجلس الدولة بس يعني. فما بالك يعني لله. قلت من الأسرة في الانتخابات يا دكتور. لا مش 27 مليار يصرفوا في الانتخابات يعني. احنا ندرك جيدا ونقول لحضراتكم يعني ايه نيابة إدارية.